لايك واشتراك القناة الى عجبكم المحتوى. مساء الخير، اليوم غندير لكم ماسك ديال المعدنوس اللي هو البقدونس. غنحتاجو فيه المعدنوس، جوج معالق ديال المايزينا صغار، كاس ديال الماء قياس العنبة. المعدنوس كي كتعرفوا فيه الحديد فيه المغنيسيوم، مزيان للبشره الا كلتوه او الا درتوه للبشره ديالكم، كيشدها كيعطيها النضاره، كيحيد الاثار ديال الحبوب، كيصفيها بمعنى الكلمه. يعني كنتمنى تجربوا. غنحتاجوا المعدنوس، ديروه في الميكسور ديالنا، خويو عليه الماء ونخلطو. انا ملي غنخلطو غنعصرو وغناخذ منو هذاك الكاس اللي درنا ديال الماء، حيت هو اللي غنحتاجو باش نديرو الكريم. بعد ما عصرتو صفيتو وغادي نديرو غادي نسخن، غادي نشعل البوطه على عافيه مهيله ونصب هذاك العصاره، غنصبها في الكاسرونه اللي غنخلط فيها لا كريم. نضيف عليها النشا، غنحرك بالسباتولا ديال العود يعني باش ما تلصقش لينا، كنبقاو نحركو ديما تقريبا جوج دقائق حتى جوج دقائق ونص كيوجد الكريمه. هي في الاول غتبان لكم مرخوفه، ولكن راه من بعد غادي تعقد شويه. نتوما الا صايبتوها في الصباح ديروها في الليل، الا درتوها في الليل صايب ديروها في الصباح. هاد الخليط تقدروا تحيدوا منه واحد جوج مكعبات، ديروهم في الفريغو يتجمدوا، تبقاو ديروا منهم هما مجمدين، ديروهم على وجهكم. الكريم نتوما تخليوه حتى يبرد طبعا. انا غادي نوريكم الطريقه اللي غديروا كيفاش تابليكيوه على البشره. هاد الماسكات اللي كنعطيكم مواد طبيعيه، يعني اللي موجوده يعني مواد طبيعيه ما تضركمش، غادي تنفعكم وما تضركمش ان شاء الله. ناخذ شويه كنديروا على البشره ديالنا جوج يكون الكوش غليظه، يعني تكون طبقه سميكه. منين يكرم كنحيدو نغسلو بالماء دافي ونرشو على وجهنا الماء ورد. وراه ماسك رائع، نتمنى تجربوه وتردوا عليا ان شاء الله.